كيكة جوز الهند. المكونات: نخفق الزبدة والسكر مع الحليب حتى يصبح المزيج كريمي. نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى ونخفق، ثم نضيف الفانيلا. نضيف خليط الطحين إلى خليط البيض والسكر ونخفق جيدا. نضيف جوز الهند ونخلط بواسطة ملعقة بلاستيكية. نسكب الخليط بقالب وندخله فرن محمى مسبقا لمدة 45 دقيقة. نسكب القطر البارد على الكيكة وهي ساخنة ونقطعها وتقدم. تابعونا على مطبخ سيدتي .net من خلال فيسبوك، تويتر وإنستغرام.